تواصلت احتفالات المواطنين بثالث أيام عيد الفطر المبارك، وقد استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة الزوار لليوم الثالث من أيام العيد وسط مظاهر البهجة للمواطنين. وسط أجواء الفرح والبهجة التي يعيشها المصريون في أيام عيد الفطر المبارك، تواصل حديقة الحيوان بالجيزة استقبال زوارها لليوم الثالث على التوالي. احنا عملنا خدمات كثير الفترة اللي فاتت، منها يعني استخدام حيوانات جديدة، ويعني فتحنا مشروعات ترفيهية كتيرة برضو زي البيتنج أو حديقة الحيوانات الأليفة، ودي عاملة سعادة للأسر كتير جدا، لأنه يعني بتتيح تفاعل مباشر بين الحيوان وبين الزائر، يقدر يقترب من الحيوان ويأكله ويتصور معاه. برضو عملنا يمكن خدمة التنقل داخل الحديقة، الطفطف والعربيات الجولف كار، وعملنا بدلات نهرية، مدينة ملاهي متكاملة، سينما 7 دي للأطفال، يعني أنشطة متنوعة داخل الحديقة. في قرية الطفل بحديقة الحيوان تنوعت مظاهر البهجة والاحتفال، حيث يقوم الأطفال فيها بإطعام الحيوانات والسلاحف بأيديهم، ويستمتعون بالتقاط الصور التذكارية معهم دون خوف. حديقة الحيوانات الأليفة هي أحدث المشروعات التطويرية داخل حديقة حيوانات الجيزة، هي حقيقة افتتحها معالي وزير الزراعة سيد القصير قبل جائحة كورونا، لكن كان يعني ما كانش يعني قفلنا فترة، والحمد لله مع الافتتاحات الجديدة اشتغلنا. الفكرة كلها بتتلخص ان كان مطلب من مطالب الاتحاد الأفريقي ان يكون في جزء تفاعلي تعليمي للأطفال، بحيث ان هو يبدأ الطفل في تفاعل مع الحيوانات، حيوان عن قرب، بدل فكرة الحيوانات في أقفاص مغلقة. والله بصراحة هي حاجة جميلة وممتعة، وكل سنة وانتم طيبين، وما فيش أحسن من كده نودي العيال فيها. والله دي حاجة كويسة، وكل سنة الأول وانتم طيبين، وعيد على الأمة الإسلامية كلها بخير. هي حاجة والله أثر حاجة كويسة، الحيوانات وحاجات أسعار رخيصة، وبنعرف أولادنا كلها على الحاجات، الحيوانات وجميع الحيوانات، ودي حاجة من زمان ونحن أطفال وإحنا متعودين إن إحنا نجيها، كان أهالينا بتاخدنا وتجيبنا. استعدادات الحديقة شملت فرق من أطباء بيطريين متخصصين، وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الحارة، إلى جانب انتشار فرق التنظيم والإسعاف لتوجيه ورعاية الأسر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.